الواحدة بتوقيتية الجزائر، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. البداية بالحدث بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، والبداية بالحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار على نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة آخرين بجروح. وأفادت مصادر محلية في جنوب غزة بأن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاه مواطنين بشكل عشوائي في رسالة تهديدية منها بمنع أي محاولات رجوع من جنوب قطاع غزة إلى شماله، حيث سبق وأن وجه الاحتلال منشورات تهدد الفلسطينيين في المنطقة وتحذرهم من القيام بمثل هذه الخطوة. دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ الجمعة في تمام الساعة السابعة بعد عدوان صهيوني على القطاع تواصل منذ 7 أكتوبر الماضي وأسفر عن استشهاد أكثر من 15,000 مواطن، ومن المرتقب أن تستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وإطلاق سراح أسر لدى حماس، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية. الساعة 7 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي لفلسطين المحتلة، تدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في قطاع غزة بعد 49 يوما من الإجرام الصهيوني غير المسبوق في وحشيته ونتائجه. هدنة يرى مراقبون أنها تلبي حاجة ماسة لسكان القطاع من خلال توفير الغذاء والماء والعلاج بعد أن وصلت الحال إلى مجاعة واسعة النطاق وفقاً لوصف برنامج الأغذية العالمي، إذ يقضي الاتفاق بإدخال 200 شاحنة يومياً من المواد الإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع دون استثناء. راجعين على بيوتنا نشوف نتفقد أوضاعنا أحوالنا كيف بيوتنا، نجيب أواعي نجيب غيارات نجيب اللي بدنا إياه، مش لاقيين غاز مش لاقيين أكل مش لاقيين شرب، يعني الوضع مأساوي جدا، الواحد يعني يروح يموت أحسن له. أجزاء القطاع لا زالت مقسمة، يعني الواحد بده يروح يشوف بيته يشوف، يعني كثير ناس أجت هنا بدون ملابس بدون أواعي بدون فلوس بدون حاجاتها الرئيسية، فبدها تروح تجيبهم، فهيك الإشي صعب جدا. وبحسب مصادر فلسطينية فقد بدأت شاحنات الإغاثة بالدخول بالفعل إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي، مع التنويه بأنها لا تمثل سوى خمس ما كان يدخل قبل العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر. هذا المشهد يوثق إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى شمال القطاع أثناء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة، ما أدى إلى وقوع شهيدين، وهو ما يؤكد تمسك الاحتلال باستراتيجية التهجير وإفراغ الشمال، لذلك عمد إلى إلقاء منشورات عبر الطائرات حذر فيها السكان والنازحين في الجنوب من التوجه إلى المناطق الشمالية باعتبارها منطقة حرب وفق وصفه. هدنة الأربعة أيام يرى مراقبون بأن المقاومة ستستغلها لترميم بعض قدراتها وتعزيز استعداداتها لاستئناف القتال، وهو الأمر الذي تحتاجه أكثر من جيش الاحتلال الذي لديه إمداد لوجستي من خارج أرض المعركة الرئيسية. إذن تتابعون الآن مشاهدينا في هذه الصور المباشرة، تستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بموجب الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال الصهيوني، حيث بدأ سريانها
ابتداء من الساعة 7 من صباح الجمعة وتستمر لأربعة أيام. كما تبدأ من معبر رفح بدء عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي تشمل مساعدات غذائية وطبية إضافة إلى شاحنات الوقود، وهذا ضمن الاتفاق الذي تم بين حماس والكيان الصهيوني. إذن هدنة تستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد. إذن صور أخرى مباشرة من سجن عوفر بالضفة الغربية، ترقب كبير لخروج الدفعة الأولى من السجناء الفلسطينيين ضمن بنود الاتفاق الذي تم بين حماس والكيان الصهيوني. وتشمل العملية السجناء من النساء والأطفال، وعددهم 39 سجينا ممن دون سن 19. إذن تستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بموجب الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال الصهيوني. إذن هدنة بدأت حيز التنفيذ في تمام الساعة 7 من نهار الجمعة بعد عدوان صهيوني على القطاع تواصل منذ 7 أكتوبر الماضي وأسفر عن استشهاد أكثر من 15,000 مواطن. ومن المرتقب أن تستمر هذه الهدنة لأربعة أيام قابلة للتجديد. إذن مباشر من سجن عوفر بالضفة الغربية، ترقب خروج الدفعة الأولى من السجناء الفلسطينيين يبلغ عددهم 39 سجينا بينهم أطفال ونساء ممن هم دون سن 19. هذا ما تم الاتفاق عليه ضمن بنود اتفاق تم بين حماس والكيان الصهيوني. بعد أيام طويلة من غلق باب دخول قطاع غزة أمامهم، تمكن فلسطينيون من قطاع غزة كانوا عالقين خارجها من الدخول إلى القطاع بعد بدء سريان الهدنة الإنسانية الجمعة. وعبر عدد من هؤلاء عن تمسكهم بأرضهم وحقهم في الدفاع عنها أمام ما يواجهه القطاع من حرب إبادة صهيونية متواصلة، داعين إلى ضرورة دعم المقاومة. فلسطين الناس بتطلع واحنا داخلين رغم الحرب ورغم لكن احنا داخلين لان هذه بلادنا. يعني ما شيء منطقي هذا، واحد ما له غير بلاده. بعتقد انه التهدئه ما حتستمر. انا اللي بطلبه بس من الشعب الفلسطيني انهم يسندوا المقاومه، لانه المقاومه بدها مين يسندها، فمع الاسف بدها مين يسندها في ظل زمن وظروف. المقاومة انتركت لحالها يا اخوان، والمقاومة قاعدة بتسطر انتصارات كبيرة، وبكرة الانتصارات ان شاء الله حتبين وحتشوفوها بعينكم. قعدنا عالقين تقريبا 46 يوم في الجانب المصري، والحمد لله اليوم دخلنا، والحمد لله والله هذه فرحة لا توصف يعني. الحمد لله، واحنا اليوم يعني مشتاقين للأهل وللحبايب، ويعني إلنا أولادنا وأطفالنا ونسائنا، وإحنا الحمد لله يعني رجعنا، وإن شاء الله بنرجع بنلمهم تخلص الحرب على خير وسلام إن شاء الله. تدخل إذن حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة هدنة لأربعة أيام
تتنفس من خلالها غزة بعد أكثر من 1800 مجزرة، خلفت ما يفوق من 14800 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء. تكتب غزة بدمائها على ما تبقى من جدرانها أحرفا خالدة في التاريخ. القطاع بمحافظاته الخمس طيلة 49 يوما شهد ما لا تتذكره البشرية إلا في سنوات الظلام والحروب التي تجرد فيها الإنسان من إنسانيتها، إنسانية لا تراعي من أمور الحياة إلا شكلياتها. بكت غزة، وفي بكائها ما يوقظ ضمير الشعوب، وسيتذكر أهالي جباليا ودير البلح ورفح والشجاعية وخان يونس وغيرها أن غزة وإن بكت كتبت في التاريخ أن حرب 49 يوما كانت تحت عنوان غزة الصمود، تماما مثل ما كتب الطوفان ذات 7 أكتوبر مرحلة جديدة من تاريخ كفاح الشعب الفلسطيني. تسعة وأربعون يوما 14800 شهيد وهدنة وأسابيع صمود، وإن بكت فيها غزة إلا أنها عرت واقعا عالميا تجتمع فيه التناقضات، واقع أعمت بصيرته المصالح، وكل ما استطاع أن يجود به العالم على القطاع بعد كل هذا الدمار والدموية هدنة 4 أيام، ومن يدري ما الذي سيكون بعدها. ستنقضي الأيام 4، وقد يستأنف الكيان جرمه، وقد يستمر في همجيته بعدها، وليس ذلك عليه بالغريب ولا بالمفاجئ، فالحرب لم تنتهي وفق قصاصاته الاستفزازية. بسم الله. وقد تدفعه انتكاساته الميدانية والضغط الشعبي المتزايد في كل بقاع الأرض إلى تمديد الهدنة ووقف الحرب. أياً كانت السيناريوهات بعد هدنة اليوم، فإن الغد سيكون معاناة مستمرة في غزة خلفتها أكثر من 1400 مجزرة مروعة استبيحت فيها المستشفيات من المعمدان إلى الشفاء والإندونيسية، وذبحت فيها طفولة لن تنسى وحشية 49 يوما. قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس إن الاتفاق النهائي ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية لمدة 4 أيام ابتداء من صباح غد الجمعة أو من صباح الجمعة، ووقف تحليق الطيران بشكل كامل في جنوب قطاع غزة فيما يقتصر في الشمال على 6 ساعات. وأكدت القسام في بيان توضيحي الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا مقابل 50 أسيرا لدى المقاومة من النساء والأطفال دون 19 عاما بموجب الاتفاق، كما سيتم إدخال 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا و4 شاحنات وقود وكذا غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة بشكل يومي طبقا لبنود اتفاق الهدنة. هذا كانت قوات الاحتلال الصهيوني قد ارتكبت مساء الخميس مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع، وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات موازاة مع قصف مدفعي عنيف على منطقة تركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما قصف طيران الاحتلال مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات المغراقة وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، فيما أفادت مصادر محلية بشن طيران الاحتلال غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي وقت سابق من مساء الخميس استشهد 10 مواطنين في قصف استهدف مدرسة ومنازل مواطنين شمال ووسط قطاع غزة.
اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني صباح الجمعة المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة وقتل بوحشية امرأة جريحة وأصاب واعتقل ستة آخرين وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. المصادر ذاتها أوضحت أن قوات الاحتلال التي تقصف وتحاصر المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أقدمت على اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وكانت قوة الاحتلال قد استهدفت المستشفى خلال الساعات الماضية بشكل مباشر بالقصف، ما أدى إلى استشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيها وإصابة آخرين بجروح وتعطل العديد من مرافقه المهمة بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الأكسجين بداخله. بلغ إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر المنصرم 1400 مجزرة خلفت أكثر من 14800 شهيد، بينهم أكثر من 6100 طفل وأكثر من 4000 امرأة وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب أضاف أن عدد المفقودين يتجاوز 7000 مفقود، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من الكوادر الطبية بلغ 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 26 من طواقم الدفاع المدني و65 صحفيا. أما بخصوص الجرحى فقد تجاوز عددهم 36000، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المقررات أو المقرات الحكومية المدمرة 103 مقرات و266 مدرسة، منهم 67 مدرسة خرجت عن الخدمة. تكتسب معركة طوفان الأقصى زخما متصاعدا على الصعيد السياسي والعسكري، عادت من خلالها القضية الفلسطينية إلى الواجهة، حيث أضحت حرب والإبادة على غزة تحاصر الاحتلال الصهيوني كما تضغط على كبرى عواصم الغرب وتحدث انقسامات داخل حكوماتها بسبب تداعياتها المباشرة على مجتمعاتها. من الموضع الذي أمن فيه الاحتلال الإسرائيلي هجر المجتمع الدولي القضية الفلسطينية متناسيا حق شعبها في الاستقلال وإقامة دولة فلسطين، تلقت ضربة ولم تكن كسابقاتها لفجاءة طوفان الأقصى وإحكامه التغلغل داخل معاقل جيش الاحتلال باعتراف قياداته. لم يتوقع الكيان الصهيوني أن بعد 7 أكتوبر ستعود القضية الفلسطينية لتصبح الشغل الشاغل للمجتمع الدولي والأمم المتحدة مجدداً، ولم تعلم واشنطن ومعها كبرى العواصم الغربية أن الحرب على غزة ستتوسع وتفرض وجودها داخل حكوماتها، مجبرة إياها التعاطي يومياً مع تطورات الوضع في القطاع المحاصر ومع غليان شوارعها ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وضع أحدث شرخاً بين الشعوب وحكوماتها خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة، معقل لدعم الكيان الصهيوني حتى بلغ صدع الحكومات نفسها. فشأن غزة أطاح بوزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، وحض على تغيير وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بديفيد كاميرون، وأحدث انقساماً في الحكومة الإسبانية يوم دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية إيوني بيلارا إلى محاكمة نتنياهو قبل أن تستدرك مدريد بإعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وغير بعيد عن الاعتراف يتجه الموقف النرويجي والهدف توسيعه داخل البيت الأوروبي. توسعت الحرب على غزة إلى الحد الذي حاصرت فيه الكيان الصهيوني داخل مجلس الأمن، فتمنع روسيا استصدار قرارات لصالح الاحتلال بحق الفيتو وبدرجة أقل تفعل الصين. غير ذلك يعيش الكيان الصهيوني حالة من الارتباك في صفوف جيشه وعلى منابر ساسته، وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية من هزيمته مراراً على الأرض وفي مشهدية توثيقها، وذاك الذي جرى الاحتلال نحو هدنة رفضها بزعم القدرة على تخليص رهائنه قبل الإخفاق والخضوع للتفاوض على استبدالهم بأسرى فلسطينيين. ورغم المماطلة الصهيونية في مسار تنفيذ الهدنة لا يتراءى لها بديل آخر يفك أسرها لدى حماس، خصوصاً بعد الترحيب الدولي بالهدنة، فتشكل ضغط آخر على حكومة الكيان المحتل الذي سقط قبل الآن ضحية رواياته وأكاذيبه عند تبرير الإبادة والتنكيل بالفلسطينيين نساء وأطفالا.
القضية الفلسطينية خرجت أخيراً من درج النسيان. نزيف غزة بات حجة أخلاقية وسياسية تضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية. قال المتحدث العسكري باسم كتائب سرايا القدس أبو حمزة إن أفرادها دكت تجمعات الاحتلال الصهيوني وتحشداته واستهدفت المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ على مدار 48 يوما، مؤكدا أن المقاومة لن تخرج من المعركة إلا منتصرة، وأن التزام المقاومة بالهدنة مرهون بالتزام الاحتلال بها. على مدار 48 يوما دكت فيها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون. نعلن وبحول الله تعالى التزامنا بوقف عملياتنا العسكرية والصاروخية خلال فترة الهدنة الإنسانية، وهذا الالتزام سار المفعول ما التزم به العدو، وإن أي خرق سيقابل بالرد المناسب، وإن مشروعنا الجهادي لن يتوقف حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني إن شاء الله. لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من هذه المعركة إلا منتصرين. أعلن ناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أبو عبيدة تدمير 335 آلية صهيونية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، بينها 33 خلال الساعتان أو الساعات 72 الأخيرة. وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة إن مقاتلي القسام لا زالوا مرابطين في عقدهم وفق تعبيره، بدليل أنهم يخرجون من تحت الركام لمهاجمة قوات الاحتلال في المناطق التي يقولون إنهم سيطروا عليها. وثقنا بعون الله تعالى استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري، استهدافا مباشرا من مدى الأسلحة المضادة للدروع أو عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواظ، منها 33 آلية في 72 ساعة الأخيرة. مجاهدون متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية، ومنهم من مضى على رباطه في موقعه أكثر من 30 يوما ولا يزال ينتظر لحظة الإطباق على هدفه المحدد في وقته المحدد. وهذا ما يفسر أن مجاهدينا لا زالوا بفضل الله يضربون قوات العدو في خطوطه الخلفية ويخرجون له من بين الركام. في الضفة الغربية استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحة وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب وأصابته بالرصاص الحي قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته. كما أعلنت مصادر طبية في طول كرم عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته الحرجة الأسبوع الماضي، حيث كان قد أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم طول كرم. أخبارنا متواصلة. وفي موضوع آخر، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن نظام الأمن الجماعي يمر بأزمة عالمية أمام شلل يطال أداته الرئيسية مجلس الأمن. عطاف وفي كلمته خلال أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجموعة العشر الإفريقية
حول إصلاح مجلس الأمن شدد على أن إفريقيا هي القارة التي تشعر بأشد أثار توسع بؤر الأزمات والصراعات، منوها إلى أنها مستعدة للمساهمة بنصيبها العادل في الجهد الجماعي الرامي إلى معالجة هذا الوضع العالمي المؤسف بالالتزام من خلال إصلاح مجلس الأمن. ختام الموعد الإخباري، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.